ده هيعمل فيوز، ده احنا هنتفضح والله، ده احنا هنتفضح. اتنين مجانين طالعين في التلفزيون. اتفضلي يا فندم. اتعلمت العرعور التونسي ولا لا؟ العرعور. طب العرعور اه طبعا. هي لا بصي بقى، هي متعرعره في مصر اصلا وجت هنا تعرعرت بزياده. يعني ايه تعرعور يعني ايه؟ وانت مش عامله فيها خبيره في اللهجه التونسي؟ لا بس اي دون نو ايه العرعور. انا بتكلم تونسي. ايوه لا انا رقيقه مش شفتي. في شخصيتين والله. شيزوفرينيا شيزوفرينيا والله. انا هنتفضح والله، احنا هنتفضح. ده كان يوم اسود يا عايشك. هي يعني هنموت بقى، هنموت. هي هنموت. هي بتروح اي بلد؟ بس هي بتسافر كتير، شغلها في حتت كتير. هي تروح اي بلد تتقمص البلد، بس تتقمصها بطريقتها، فتلاقي بقى في ايه يعني في عجن كده، في عجن في الموضوع. وانت المطلوب منك انك اتجاوب. ايوه تجاوب ولا انا نروح في 60 دقيقه. شكرا تونس. اهلا وسهلا. لباسه والله تمام الحمد لله. تمام مصريه. عسليمه. عسليمه. لباس مدام؟ لا بأس لا بأس. وانت كمان مصريه؟ بس انا عايشه في تونس. اوكي لبس. ايوه عايشه في تونس. تعملي ايه عندنا؟ يعني انت برحبي بيكي عندنا طبعا. دي كانت اوكي. اهلا بيكي. طيب حابين ناخد رايكم في تونس، شو رايكم فيها؟ حلوه قوي، جميله، كل حاجه فيها حلوه مزيانه. احلى فيفا لاجيري. جيتوا سياحه تونس؟ انا جاي سياحه. هي بتشتغل هنا مقيمه وبتشتغل في تونس. مقيمه. اكيد حكيت لك انها مرتاحه وجوها باهي وجوها مريقل. هي المفروض ان عقدها يخلص اخر سنه. هي بتعيط انها ماشيه حرفيا. صعبان عليها يعني؟ لا 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 انتوا بلكوا. بصي هو ما فيش حد بيشوف بلد وحشه الا لما يكون عينيه فيه وحاشه. يعني زي ما بيقولوا كده بيوتي از ان ذا اي اوف ذا بيهولدر. لو انا عينيا بتشوف جمال هتشوف الجمال في اي مكان. بس انتوا جمالكوا زياده عن اللزوم قوي. يعني انتوا بجد بلدكوا حلوه. يعني انا بستغرب ان في ناس حلمها انها تسافر بره تونس، بالذات كمان حتى انها تيجي مصر. فمصر انا عارف ان مصر بلد غنيه قوي في حته الاثار، لكن انتوا بلدكوا فيها روح كده رايقه. يعني الطبيعة مع الناس اللطيفة مع الأسواق اللي بتقفل بدري مع الهدوء ده بالنسبة لي رائع. واو رائع. والشمال بتاعكو تحفة، حرفيا تحفة. عند راهم وتبرقة والحتة دي فوق العقل. يعني لفيت تونس ده حرفيا. يعني حتى سوسة اللي ما كناش رحناها رحتها المرة دي. رحت كل حتة. قولي الأسامي كده وأنا أقولك. جربة، سوسة، تبرقة، عند راهم، باجة، تونس طبعا، مونستير، المهديه، بنزرت، المهديه اللي كنا فيها قريب دي اول امبارح دي. هواريه رايحينها. تستور. يعني انت لفيتها حته حته زي ما تقولوا عنها حرفيا حته حته. فانا شايف ان الشمال كطبيعه مفتقدينها احنا في مصر. لا اقوى بكتير بكتير واقوى من لبنان. يعني انا رحت لبنان. لبنان طبيعه رائعه. لا هنا في حاجه كده مختلفة. السر هو اللي كل حاجة بقى، الأكل مع الناس مع الهدوء مع الطبيعة رائع. أنا بقى أنا دي خمس مرة على فكرة، خمس مرة أجي تونس. طالما المدام موجودة هنا لازم تمشي وتيجي إن شاء الله. لا بس ممكن كنا نتقابل برا، يعني مثلا نسافر بلد تانية أو نروح بلد تانية نتقابل فيها. لا بأصر إن إحنا نيجي في تونس. فتونس لا 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 في القلب. في القلب. القلب. في القلب. تونس في القلب. في قلبي. والله. إحنا بنحبه. أكثر حاجة لفتت انتباهك في تونس؟ بغض النظر عن الشجر، الناس لطيفة. يعني مش كويسة أو وحشة، لا حتى وهي وحشة فيهم لطافة كده. أنتوا مش هتحسوها ما بينكم ما بين بعض، لكن لا أنا بسمعكم وأنتوا بتتخانقوا. يعني يا بابا أنا يا بابا. يعني في عرك انت؟ ايوه شفت في الشارع تتخانقوا بتقولوا يا بابا. يعني يا بابا انا يعني تعالوا مصر بقى شوفوا الخناق اللي بجد بقى. فانا اكتر حاجه لافته نظري بالنسبه لي البني ادمين. بني ادمين جمال قوي. يعني شو سبيشال؟ يعني الهدوء زي ما بقول لك، في لطافه في هدوء.
وبحس ان ده بسبب قربكم من الطبيعة. يعني مثلا في القاهرة واسكندرية بحس ان اهل اسكندرية اهدى شوية من القاهرة بسبب ان هم اقرب للبحر وللطبيعة. تخيل بقى انتوا هنا يعني جوة الطبيعة، فطبيعي انه تبقوا اخلاقكوا اهدى. يعني اكيد سمعنا معلومات من قبل على تونس والكل، فالمعلومات اللي انت سمعتها هي ذات نفسها اللي لقيتها ولا احسن ولا بصي انا كان اكتر حاجه اعرفها عن تونس هو الثقافه بالذات والتعليم بتاع النساء. يعني انا كان ده لفت نظري، ان كنت بشوف دايما في اي مناظره اي حوار اي كده ان كانت العنصر النسائي موجود، بس ده عندنا، انا بتكلم عندنا في مصر كانوا بنجيب ناس من تونس. يعني تلاقي في برنامج مثلا وتلاقي اللي بتتكلم على الموضوع ده ست من تونس. فبحس دايما ان انتوا اقوياء في حته مش الستات قد ما في تعليم، والتعليم ده واصل حتى ان الست نفسها واصله لدرجه عاليه من التعليم. يعني ده لما جيت هنا لا ده لقيته اكتر بكتير. انت عارف انه عندنا رئيسة حكومه سابقا مره، وزيرات نساء، وقائدات طيارة نساء، وقائدات بط نساء. بس أنا ما بحسش إن ده هو العلامة القوية قوي لدور الست، لأن ساعات الحكومات ممكن تكون بتعمل ده عشان الواجهة، يعني يبقى مظهر مشرف. لكن أنا بتكلم على الأرض، لا الست هنا أوعى، الست هنا مثقفة، الست هنا موجودة. مش موضوع إنها حقوق المرأة وبتدافع عنها، لا الموضوع كمان فيه هدوء برضه. يعني هي موجودة وبتتعامل وبتاخد حقوقها بالظبط فعليا، مش او مش شعارات، لا في حاجة على الارض حاصلة ان الست. يعني انا كنت دايما ببقى معجب جدا بالبنات الصغيرة بتوع المدرسة وهي واقفة في الشارع وهي بتشتري حاجة من السوبر ماركت وهي بتعمل كده. مفيش في البلدان العربية تحس ان في حتة وصاية كده، سواء من راجل كبير ماشي، من شاب ماشي، سواء توجيه نصيحة او ان هو يحميها. لا ده مش موجود في تونس خالص. ست واقفة، ده حقيقي، ست موجودة موجودة. وعلى العكس بقى الراجل مفيش مظلومية، ما حسيتش انا ان عنده حتة المظلومية بتاعت في بلدان عربية تحس ان الراجل لما تست يبقى في لا هنا بالعكس الرجالة هنا يعني تبارك الله. اعجاب كبير بتونس انت. ده حقيقي جدا جدا، بحبكم قوي يعني، وبحب البلد كمان، بلد احنا نحبوا الشعب المصري وفي روعة. ده حقيقي، يعني احنا بصراحة كمية حاجات اخدناها ببلاش بسبب ان هو ايه ده انت مصري، فكلكم اهل كرم بصراحة. يعني جدا يعني في ترحيب كبير بيكم. يا نهاري ده من المطار، يعني انا لو داخل بمخدرات هيسيبوني اخش بصراحه. ممنوع. مش هيحصل والله. طبعا مش هيحصل، مفيش حد يحاول، بس احنا بنبالغ عشان احنا مجانين. لا بس لا انتوا بلدكم جميله فعلا وانتوا اهل كرم. طيب اكيد في حدوتات صارت معاك، مواقف هكا بتضحك؟ حدوتات هي الخناق، يعني لما بلاقي عركه في الشارع انا بجد بقف اضحك. لا بقى اتفرج، فالخناق بتاعكو كيوت قوي. لا 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 ويسيبك من الكرسي، هو بيضربه بالكرسي. يا بابا انا اعمل لك ايه يا عم، احنا في مصر عادي. ويجيبوا اتوبيسات وحاجات كده. لا هنا مفيش، فانتوا لطاف. طيب المواقف اللطيفه، انا لسه كنت في مونستير ورحت حضرت الحفله لسي لطفي، سيدي وسيد كل الناس. لطفي ده مش ملككم، لطفي ده ملك الناس كلها على فكرة. طبعا 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 ده السلطان ده، يعني ده احنا يعني حاسين بالبركة ان الراجل ده بجد يعني موجود. لا ده مش طبيعي، انا بحبه من 28 سنة بالظبط، وكان امل حياتي ان انا اشوفه. لا شفته مين ده، انا اتصورت معاه. ودي كانت يعني حرفيا معجزه. انا رحت كلمت كل اللي في الحفله ان انا عايز اتصور معاه، ضابط والمدير اللي بيدير الحفله والولاد بتوع الكراسي كله، قال لي يقول لي طيب حاضر. لغايه ما الحفله خلصت وانا حسيت ان الفرصه هتروح، انا جريت وطلعت على المسرح وجريت وراه، وهو انسان يعني سماوي حرفيا والله. الراجل ده سماوي، رحب بيا وكان لطيف جدا ويطبطب عليا هديني يعني. ف ده من ضمن كرم تونس. انا كان نفسي والله اتجنن، انا ما كنتش قادر يعني، انا ما كنتش قادر والله، كنت خلاص قلبي هيقف بقى. وتعرف
اعرفش يعني فنانين اخرين ممثلين اسماء اخرى يعني صابر الربيعي فنانية. طبعا والعابدين ودره، بس انا بالنسبه لي لطفي ده في حته تانية خالص، في حته تانية. وهند صبري انا بحب هند صبري يعني، صابر الربيعي وظافر العابدين ممكن ما بقولش متابعهم قوي، بس هند صبري بحبها انها ممثله فعلا قويه جدا 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 يعني. لا ما هو دول متواجدين الى حد ما، بس لا ولطفي سي لطفي، انا اسف سي لطفي سي لطفي لطف عليه يعني. شايفه انه ما خليكش فرصه تحكي بالشعر. مش مشكله مش مشكله مش مشكله، هو كلام بنيه، هو كلام بنيه بقى ان احنا الاثنين. اه والله دبلوماسيه رهيبه بشكل لا خالص. والله يعني خالص خالص. احنا ميديا، احنا الميديا جدا 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 جدا. يعني البتاع ده هيعمل فيوز، ده احنا هنتفضح والله، ده احنا هنتفضح. اتنين مجانين طالعين في التلفزيون. اتفضل يا فندم. هي يعني اتعلمت العرعور التونسي ولا لا؟ العرعور طب العرعور اه طبعا. ده هي لا بصي بقى، هي متعرعره في مصر اصلا وجت هنا تعرعرت بزياده. ان ايه تعرعور يعني ايه؟ يعني وانت مش عامله فيها خبيره في اللهجه التونسي؟ لا بس اي دون نو ايه العرعور. احنا بنتكلم تونسي. العرعور يعني لما تعملوا مشكله اوكي تعملوا ايوه. لا انا رقيقه ما مش في شخصيتين والله، شيزوفرينيا شيزوفرينيا والله. انا رقيقه مش مشاكل شخصيتين. يعني اتعلمتي كيف نعملوا المشاكل وكل ولا لا؟ انا لا انا مسلمه بطبيعتي والله جدا. هي مسلمه قدام الكاميرا ولا هي مسلمه جداً. مسلمه في ايه بقى؟ انها من غير سلاح. مش فاهمه يعني دي قصدي دي صديقه عمري احنا يعني نعرف بعض بقالنا سنين عارفها يعني جدا. هي اكتر انسانيه ممكن تشوفيها في حياتك. بس خلاص مفيش حاجه تانية بقى يعني. من بعد التصوير انا لا من لا هو انتوا مش فاهمين اللهجه المصري. يعني هي اكتر انسانيه قلبها انساني. طيب بس خلاص مفيش حاجه تاني. لا مهما يعني هو بيقول كلام حلو. لا 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 مش بقول كلام. هو بيقول كلام حلو. بيقول كلام حلو يعني. انت مثلا اقول لك انت بتقولي ايه رايك في لبسي؟ اقول لك الشوز بتاعتك الجزمه الحذاء بتاعك شيك جدا. بس فده يبقى كلام حلو ولا كلام وحش ولا كلام حلو يا بيبي؟ الله اعلم. برضو مش مسؤوله عني. بتقولي لي ايه رايك؟ خلاص في يا ايهاب حبيبي. ايه رايك؟ ايه رايك في 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 الميك اب اللي انا حطاه؟ بقول لك مثلا الاي لاينر اللي انت حطاه حلو. بس طب الروج طب بتاع بس خلينا في الحلوه بس. ماشي حلو بس اوكي. طيب اتفقنا. اعرف عرعر. طب تعرفي تعرعرين وبعدين بعدها عرعر. حضرتك هي ما بتعملش حاجه انها تعرعر وتنام. يعني هي بتنام تاكل تعرعر بس كده خلاص، مفيش اي حاجه تانية. احنا هنتفضح والله. احنا هنتفضح. ده كان يوم اسود صورنا البتاع ده. ف خلاص ولا ايه؟ بنقول ان احنا هنروح في 60 دقيقه. شكرا تونس والله شكرا. انتوا من احلى الكابل اللي شفته. انا متاكد انا متاكد. انتوا هتشوفوا مجانين يعني. الناس كل اصحابنا بيقعدوا فعلا يتفرجوا علينا كده ويتفرجوا على الحاجات. هي باينه مسالمه وهاديه جدا جدا. لا هي مسالمه. ايوه هي يا ريت قولي كده تاني. بصي عارفه مش احنا ما بنروح سرايه المجانين؟ عارفه مكان المجانين مش بيبقى عنابر في اللي هم الخاطرين صح، وفي اللي هو قاعد كده عمال ايه بيفكر. حد يقدر يقرب له؟ ابدا. بس هو مسالم. اوكي اسمعني، انت تعلمت كلام تونسي ولا لا؟ بتعلم. مرحبا بك اخويا الغالي. لاباس. سيترون. بالرسمي. لا اي حد هيكلمني هفهم يعني، هفهم كلامه برشا طبعا. لا خالص يعني في الفرنساوي اللي عرفه عن الفرنساوي زي اللي عرفه عن الوقود النووي كده. ميرسي. عارف اي حاجه. بونجور دي ماشي. لكن احنا احنا تفش يعني. بص في فشخ بقى في الموضوع بقى. يعيشك هي يعني هنموت بقى. هنموت. هي بتروح اي بلد؟ بس هي بتسافر كتير، شغلها في حتت كتير. هي تروح اي بلد تتقمص البلد، بس تتقمصها بطريقتها. فتلاقي بقى في ايه يعني في عجن كده، في عجن في الموضوع. وانت المطلوب منك انك اتجاوب بالظبط. ايوه حاضر. تتجاوب ولا
حاضر افنزم تركي بقى تونسي ما حدش فاهم حاجه. وانت تتجاوب وانا اتجاوب. عايزين ناكل اكله حلوه. استنى بعدين بنين بنين اكله بنين. استنى طيب ورز جربي اتفضلي يا فندم. رحنا جربه رحنا جربه حومه الرياض. استنى قولي ولدي استنى ولدي استنى استنى احكي لي مع اللغه مع اللهجه التونسيه في طرايف ولا لا؟ بصي هو في كلمه انا مش عارف انتوا الشمال فالشمال الكلمه دي عندكم اعتقد عادي مش عارف الشمال بسم الله لا ليه يتمنيك على السعدي في الشمال عادي على السعدي في الشمال عادي الجنوب لا الجنوب دي انا عرفتها اللقطه ديت ان هي في الشمال ومش عادي قوي في الشمال بس يعني بتعدي لا في الجنوب انا عندي موقف اول ما جيت كنت راح اجيب كافي فكنت هاخدها ههزها فاول ما الراجل قال لي تهزيها فانا بصيت قلت له يعني اهزها لحضرتك ازاي ما انا ما فهمتش اهزها يعني قال لي تهزيها قلت له يعني ايه وابتديت اما انا فهمت دلوقتي قلت له فقعدت اضحك كتير قوي واتخانقت معاه الاول لحد ما فهمت هو هي يعني عندكم تهزها وتنجم تهزها دي ممكن افهمها بصراحه وقعد واقف بس على فكره انا ما بحسش ان الكلام بتاعكم غريب لان اي لغه اي لهجه في الدنيا فيها كلام عجيب على فكره يعني قصه ان انا اقعد اقول اصل التونسي في كلام مش مفهوم هو مش مفهوم لي بس هو مفهوم لاهله احنا عندنا حاجه اسمها البتاع دي ليها 40,000 استخدام يعني البتاع دي كلمه بتاع دي 40,000 استخدام اوكي والامثال بتاعكم يعني الأمثال في فرق بيننا وبينكم في الأمثال صح؟ الأمثال الشعبية اللي هيبقى الفرق في اللهجة لكن هتلاقي المعاني واحدة احنا نقول اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها مختلفة خالص نقول ولد الفار يطلع حفار ايه المعنى اللي زيه عندنا؟ ابن الحرام يطلع حرام لا ابن الوزير يطلع ايوه ايه ده؟ الوزير طب انتوا قاعدين قدام التلفزيون المصري احنا ما بنقعدش قدام التلفزيون التونسي يعني ما كده مش عدل انت تتحدينا ده لينا الشرف والله والله لينا الشرف فعلا اوكي طيب توا احكي لي تجربتك مع عايزه ماده ماده خليك ممدود عايزه ساعتين عشان احكي لي تجربتك مع الاكل التونسي توا لا لا اكلت المدفونه اكلت الملوخيه انا واحده قاعتيني القايمه مش هساعدك انا اكلت في السلطات صحن التونسي طبعا وكلنا اللبلابي وال وكلت امك حريه السلطه وكلت مدفونه وكلت معصوب وكلت عصبان ايوه لا معصوب ده يمني كلت عصبان طبعا طبعا عصبان محشيه كبده ولا لا 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 عم خيري لا مين هي عم خيري اللي هنا 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 خيري خيري عارفه دي بتاكل ايه جرجير صحى الصبح بدل الجرجير خلاص تشبع وكافي تاكلش الاكل ده خالص يعني اكلت المدفونه وكلت العزبان وكلت بقيله وكلت اللوبيا دي بقيله وكلت طبعا الكسكس وكلت حوت وملوخيه طبعا اكلتها كذا مره ومكرونه بفواكه البحر ومكرونه بالكاليمار ومكرونه الهريس لا 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 دي احنا بناخدها حقن هريسه انت احنا حطنا هريسه وبعد كده نشوف هناكل ايه عظم طبعا كلنا لما بقت فرخه يعني خلاص بقى وتن لما بقت سمكه يعني اكتوبوس اخطبوط والاخطبوط انتوا بتسموه سوبيا والقرنيط وانتوا والكرفات الجمبري لا كلنا كل الاكل التونسي لا احكي لي انت اول ما اكل الهريسه لا وعارفين الفرق ما بين الاكل الجربي والاكل الصفاقسي حتى في تونس عندها اكل سبيشال في فرق في فرق وفي اللغه وفي اللهجه وفي اللباس وفي كل حاجه ده حقيقي احكي لي تجربته هو مع الهريسه سعد مجد حبها قوي حبها برشا ده انا باكل لا 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 هو بياكل سبايسي انا باكل سبايسي قوي بس على فكره يعني في الهريسه العربي والهريسه التقليديه ماشي انا بالنسبه لي العربي يعني فعلا فيها حراره التقليديه دي عاديه قوي يعني ده كده يعني نهار اسود مش عارف خير اتفضل احرقوا الشريط ده يا جماعه احرقوا ارجوكم والله هيروحوا هم بيه ده هم يروحوا شو هتقول لتوينسا
شكرا جزيلا على الكرم بجد حقيقي حقيقي شكرا جزيلا على الكرم. يعني احنا بجد بنقابل هنا باحتفاء كده و... لا لا الناس كريمه قوي بصراحه وشعب لطيف جدا 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 يعني. وده انا بجد مش عشان انا سائح. انت مسيطر على الحوار ومش خليها تتكلم. انا اسف. يلا واصل لا يعني مش عشان انا سائح ف وانا عارف ان انتوا بتحبوا المصريين. لا انا انا مراقبكم وانتوا مع بعض. لا لا انتوا ناس لطيفه بجد ناس مهذبه والله. ده حقيقي. انت بنتنا عدت وخلاص وليت في تونس بنتنا معنا التونسيه. ده حقيقي الناس كلها بتعاملوا معايا دلوقتي انها تونسيه. بحسك تقعدوني في تونس. انا مبسوطه في تونس مبسوطه يعني بالحياه بسهولتها بالناس جميله محدش بيعمل لي حاجه. يعني انا بقالي سنتين هنا تقريبا وما حصليش اشكاليه كبيره خالص. شو تقول للمصريين يلي ما زالوا ما جوش تونس وما عندهمش فكره واخذين فكره وحشه على تونس؟ هو يقول بقى هو سايح هو بيجي سائح. انا عايشه. لازم يجوا. هو غالبا اللي انا متخيله ان تونس مش عامله دعايه لنفسها كفايه. يعني انا فعلا اما جيت هنا انا ما كنتش متخيل البلد كده. وانا مش بتكلم على تونس العاصمه كمان بره العاصمه. لا لا البلد بجد لا تستاهل جدا يعني وتتحسب من البلاد القوية سياحيا المفروض يعني كطبيعة كأنشطة وكبني أدمين وكأكل وكنظافة. لا يعني من ناحية السيكوريتي من ناحية الأمن يعني لا أمان أمان جدا. لا أنا بحسه أنا عايشة ما عدا سنترفيل بالليل. يعني هو الناس كانت دايما بتحذرني منها بالليل. انا جيت هنا بالليل كذا ما فيش. لا امان مشوفش اي حاجه بصراحه. تحسوا بحالكم مأمنين يعني؟ ناس لطيفه. لا الناس لا. يعني حتى لو في حراميه بتالي هيبقوا لطاف والله يعني. بس اسمعوا صوتكم مصري. اه يا راجل. لا والله لطاف. لا الناس لطاف. انا بقالي فتره اهو ما حصلش يعني حتى العنف لما بيبقى في موقف في السواقه في الشارع في عنف او حاجه معانا يعني مش حاجه صعبه يعني.